حبيت إنه نتعرف عن قرب صراحة، مشان هيك قلت له لعزمي يجمعني فيك. صراحة أنا كمان كنت حابة أشوفك وأتعرف على الست يلي عم تدعم أغلب مشاريع النساء وتوقف جنبهم. مشاريع النساء بحاجة لدعم، ولهيك بشوف إنه واجبي وقف جنبهم وساعدهم. صح، وأنا بوافقك باللي عم بتقولي، كمان المرأة حقها تأسس لحياة خاصة وتستقل من الناحية المادية، هذا اللي عم حاول ساويه أنا. كمان أنا عندي بنت لازم أمن لها مستقبلها. جانسو بنتي كتير لطيفة، والصداقة اللي بتجمعها بيجينك كتير حلوة، بتمنى لهم التوفيق ويحققوا أحلامهم. إيه إن شاء الله. طيب لكان، ألف مبروك شغلك الجديد. تفضلي وقعي لي لو سمحتي. فورا. شكرا كثير لك. حطي لي كل الملفات على مكتبي. سيد عزمي. سيد عزمي وافقت لي. كثير فرحانة. أعذرني من الفرحة، ما حسيت على حالي، بعتذر. آسف. لا ولا يهمك. صار في عندي مشروع خاص ما عم صدق. إن شاء الله ألف مبروك، الله يوفقك. شكراً، كله بفضلك أنت. رح نحتفل ما هيك؟ أنت وعدتني. إيه طبعاً، أنت ضبطي شغلك بالأول ومو مشكلة أصلاً رح نلتقي. فريدة خانم؟ شو طالعة؟ إيه طالعة، بدي مر على المطعم شوي، خير في شي؟ في فواتير لازم توقعينا عليها بس. ضروري هلا؟ منخليهم لبكرة عادي. طيب معناها لبكرة أحسن. عن إذنك عزمي، عن إذنك. إذنك معك؟ إذنك معك. قديش إلى هيبة هالمرة، بكفي إنك تكون عم تشتغل معها لحتى تحس بقوة غريبة. إيه صح، الحق معك. خلي حدا يوصلك؟ لا لا لا، أصلاً رايحة أشوف الدكتور، احتمال يفكلي الجبيرة عن رجلي. ايه اليوم كتير كله أخبار حلوة إن شاء الله. ايه طيب، رح أطلب لك الأسانسير. شكراً كتير.